تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لا تنعكس فقط على البلدين، إنما بدأت تتجلى بشكل واضح على كل دول العالم إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مما أثر على كل الدول وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت ولأول مرة منذ 14 عاماً ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البنزين، إذ تجاوز سعر الجالون الواحد 4 دولارات. وفي هذا السياق نقلت بعض الوكالات الإعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يبحث عن مصدر بديل للمشتقات النفطية الروسية. فوفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن البيت الأبيض فشل في محاولة إجراء اتصال هاتفي بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وذكرت الصحيفة أن هدف الاتصال كان لمناقشة مواضيع تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار البنزين المتزايدة في العالم، وأشارت إلى أن طلب البيت الأبيض إجراء الاتصال لم يلقى الاستجابة من السعودية والإمارات. فشل البيت الأبيض اليوم في التوصل إلى حلول لتخفيف من وطأة الأزمة، وضع الرئيس الأمريكي في موقف محرج أمام الصحافة وفق موقع روسيا اليوم، حيث نقل الموقع أنه في حواره مع عضو الكونغرس لورين بويبرت سخر مذيع فوكس نيوز من محاولات الرئيس الأمريكي الاتصال بزعماء بعض الدول منها السعودية ورفضهم لطلباته. وقال المذيع في حواره: السعوديون أغلقوا الهاتف في وجه الرئيس، لقد توسل إليهم ولم يردوا على اتصالاته، كم هذا مذل. في حين ردت عضو الكونغرس لورين بويبرت بالقول: ربما يحتاج إلى إرسال رسالة نصية، لا أدري هل أرسلوا إليهم رسالة صوتية، ماذا حدث؟ لا أعرف. بحسب صحيفة الجارديان التي نشرت تقريراً أعدته مراسلتها في واشنطن، قالت فيه إن إدارة بايدن باتت عرضة للنقد بسبب تفكيرها بترتيب زيارة للرئيس الأمريكي إلى السعودية لمناقشة موضوع النفط في ضوء الحرب الأوكرانية. فكيف سيسعى الرئيس الأمريكي إلى دفع هذه الانتقادات؟ هل ستكون المنطقة أمام حرب بين روسيا وأوكرانيا تجعل من اللبنانيين المغتربين في أمريكا يبحثون عن ملجأ آخر لهم؟